بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله. الدرس 166. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رده على نفاة علو الله على عرشه: لو كان الله يحب منا أن نعتقد قول النفاة، وهو أنه لا داخل العالم ولا خارجه، وأنه ليس فوق السماوات رب ولا على العرش إله، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يعرج به إلى الله، وإنما عرج به إلى السماوات فقط لا إلى الله، وأن الملائكة لا تعرج إلى الله بل إلى ملكوته، وأن الله لا ينزل منه شيء ولا يصعد إليه شيء، وأمثال ذلك. وإن كانوا أي نفاة العلو يعبرون عن ذلك بعبارات مبتدعة فيها جمال، فيها إجمال وإبهام وإيهام، كقولهم: ليس بمتحيز ولا جسم ولا جوهر، ولا هو في جهة ولا مكان، وأمثال هذه العبارات التي تفهم منها العامة تنزيه الرب تعالى عن النقائص، ومقصدهم بها أنه ليس فوق السماوات رب ولا على العرش إله يعبد ولا عرج بالرسول إلى الله. والمقصود أنه إن كان الذي يحبه الله لنا أن نعتقد هذا النفي، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يعتقده، وإذا كان الله ورسوله يرضاه لنا، وهو إما واجب علينا أو مستحب لنا، فلا بد أن يأمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بما هو واجب علينا، ويندبنا إلى ما هو مستحب لنا، ولا بد أن يظهر عنه وعن المؤمنين ما فيه إثبات المحبوب لله ومرضيه وما يقرب إليه، لا سيما مع قوله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، لا سيما والجهمية تجعل هذا أصل الدين، وهو عندهم التوحيد الذي لا يخالفه إلا شقي، فكيف لا يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم أمته التوحيد؟ وكيف لا يكون التوحيد معروفا عند الصحابة والتابعين؟ وإذا كان كذلك، كان من المعلوم أنه لا بد أن يبينه الرسول صلى الله عليه وسلم. قد علم بالاضطرار أن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يتكلموا بمذهب النفاة، فعلم أنه ليس بواجب ولا مستحب، بل علم أنه ليس من التوحيد الذي شرعه الله تعالى لعباده. وإن كان الله تعالى يحب منا مذهب أهل الإثبات، أي إثبات علو الله على عرشه، وهو الذي أمرنا به، فلا بد أن يبين ذلك لنا. ومعلوم أن في الكتاب والسنة من إثبات العلو والصفات أعظم مما فيهما من إثبات الوضوء والتيمم والصيام، تحريم ذوات المحارم وخبيث المطاعم ونحو ذلك من الشرائع. فعلى قول أهل الإثبات يكون الدين كاملا، والرسول صلى الله عليه وسلم مبلغا مبينا، والتوحيد عن السلف مشهورا معروفا، والكتاب والسنة يصدق بعضهما بعضا، والسلف خير هذه الأمة وطريقهم أفضل الطرق، والقرآن حق ليس فيه ضلال ولا دل على كفر ومحال، بل هو الشفاء والهدى والنور. وهذه كلها لوازم ملتزمة ونتائج مقبولة، فقولهم مؤتلف غير مختلف ومقبول غير مردود. ثم انتقل الشيخ رحمه الله إلى الرد على الواقفة الذين يتوقفون في آيات الصفات وأحاديثها فلا ينفون ما دلت عليه ولا يثبتونه، وهم الذين يسمون بالمفوضة. فيقول رحمه الله: وإن كان الذي يحبه الله منا ألا نثبت ولا ننفي، بل نبقى في الجهل البسيط وفي ظلمات بعضها فوق بعض، لا نعرف الحق من الباطل ولا الهدى من الضلال ولا الصدق من الكذب،
بل نقف بين المثبتة والنفاة موقف الشاكين الحيارى، مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، لا مصدقين ولا مكذبين. لازم من ذلك أن يكون الله يحب منا عدم العلم بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وعدم العلم بما يستحقه سبحانه وتعالى من الصفات التامات، وعدم العلم بالحق من الباطل، ويحب منا الحيرة والشك. ومن المعلوم أن الله لا يحب الجهل ولا الشك ولا الحيرة ولا الضلال، وإنما يحب الدين والعلم واليقين. قد ذم الحيرة بقوله تعالى: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون. قد أمرنا الله تعالى أن نقول: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وفي صحيح مسلم وغيره عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فهو صلى الله عليه وسلم يسأل ربه أن يهديه لما اختلف فيه من الحق، فكيف يكون محبوب الله عدم الهدى في مسائل الخلاف؟ قد قال الله تعالى له: وقل ربي زدني علما. وما يذكره بعض الناس عنه أنه قال: زدني فيك تحيرا، كذب باتفاق أهل العلم بحديثه صلى الله عليه وسلم، بل هذا سؤال من هو حائر وقد سأل المزيد من الحيرة. ولا يجوز لأحد أن يسأل ويدعو بمزيد الحيرة إذا كان حائرا، بل يسأل الهدى والعلم. فكيف بمن هو هادي الخلق فكيف بمن هو هادي الخلق من الضلالة؟ وإنما ينقل مثل هذا عن بعض الشيوخ الذين لا يقتدى بهم في مثل هذا إن صح النقل عنه. وقول هؤلاء الواقفة الذين لا يثبتون ولا ينفون وينكرون الجزم بأحد القولين يلزم عليه أمور، حدها أن من قاله فعليه أن ينكر على النفاة، فإنهم ابتدعوا ألفاظا ومعاني لا أصل لها في الكتاب ولا في السنة. وأما المثبتة إذا اقتصروا على النصوص فليس له الإنكار عليهم. وهؤلاء الواقفة هم في الباطن يوافقون النفاة ويقرونهم، وإنما يعارضون المثبتة، فعلم أنهم أقروا أهل البدعة وعادوا أهل السنة. الثاني أن يقال: عدم العلم بمعاني القرآن والحديث ليس مما يحبه الله ورسوله، فهذا القول باطل. الثالث أن يقال: الشك والحيرة ليست محمودة في نفسها باتفاق المسلمين، غاية ما في الباب أن من لم يكن عنده علم بالنفي ولا الإثبات يسكت، فأما من علم الحق بدليله الموافق لبيان رسوله صلى الله عليه وسلم فليس للواقف الشاك الحائر أن ينكر على هذا العالم الجازم المستبصر المتبع للرسول، العالم بالمنقول والمعقول. الرابع أن يقال: السلف كلهم أنكروا على الجهمية النفاة وقالوا بالإثبات وأفصحوا به، وكلامهم في الإثبات والإنكار على النفاة أكثر من أن يمكن إثباته في هذا المكان. وكلام الأئمة المشاهير مثل مالك والثوري والأوزاعي وأبي حنيفة وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وعبد الرحمن بن مهدي ووكيع بن الجراح والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبي عبيد وأئمة أصحاب مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد موجود كثير لا يحصيه أحد. وبهذا القدر من كلام الشيخ رحمه الله في هذا الموضوع المهم، نكتفي في هذه الحلقة وسنواصل في بقية الحلقات إن شاء الله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.